بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير. ينطلق شوط جديد من اشواط هذا المساء والخاص بسن اللقايا لاصحاب السمو الشيوخ، الشوط التاسع الخاص بالابكار المحليات الاصايل. على بركة الله نسير مع هذه الاسماء وننطلق مع هذه الشعارات الغالية والكبيرة هنا في ميدان المرموم. مباشرة اخذ الصدارة، اخذ المركز الاول من تاتي هناك ايضا بشعار هجن العاصمة مستحيلة على المركز الاول، وهناك ايضا سرابة من هجن العاصمة الثنتين في مركز واحد يضمرهن حمد بن راشد بن غدير. نقلتنا مباشرة هنا الى المركز الثالث لاجد في ثالث المراكز الدخول في هذه اللحظات من القادم اللي هي الغزي اللي اسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. يتواجد مسري بن سالم بن عرطي الحميري في عملية التضمير والتدريب، بينما هنا وصلت الشاهينية من هجن الرياسة يتواجد المستحيل راشد بن محمد باسم المنصوري في عملية التضمير والتدريب. هناك وصلت النواعس من هجن الرياسة، ياتي هناك صالح بن سعيد بالعري المري في عملية التضمير والتدريب. هنا النواعس تاخذ المركز الخامس، بينما نقلتنا مباشرة الى المركز السادس ليجد هناك الطيارة لسمو الشيخ سيب الخليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي يضمرها، وهنا وصول من الشاهينية من هجن الرياسة ليتواجد المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يقدم هذا الاسم وينطلق مع هذا الاسم، بينما هنا وصل الشعار الغرفاوي بدأ ينطلق هنا للمنافسة مشاهدين الأعزاء مع الشاهينية سعادة فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، ليتواجد هناك أيضا مدهش المضمرين سالم بن عامر المدهوشي في عملية التضمير والتدريب، أيضا شارك في الفترة الصباحية وسجل أيضا نقاط ذهبية، أتى في المساء بالشعار هجن الغرافة التي دائما لها مشاركات رائعة، ولكن العودة إلى أيضا الصدارة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى المركز الأول. اعود الى الصدارة، هناك الغزيل الغزيلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هنا خبير المضمرين ياتي في هذه الانطلاقة، ينطلق في هذا الشوط ليقدم هذه الانطلاقة. وصلت الشاهينية من هجن الرياسة ليتواجد راشد بن محمد بالسم المنصوري مقدما هذا الاسم، ولكن الدخول في هذه اللحظات مستحيلة، تدخلت من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير يضمرها، وهنا تسربت سرابة إلى المركز الرابع لهجن العاصفة ليتواجد الواثق حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب. دخول من الشاهينية، هنا تأتي بشعار هجن الرياسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري. وصلت الطيارة، تدخلت الطيارة في هذه اللحظات، تسير ايضا بشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان ليتواجد في عملية التضمير سعيد بن مبارك الوهيبي. النواعس تتدخل بشعار هجن الرياسة، ياتي صالح بن سعيد بالعري المري في عملية التضمير والتدريب، وهنا الوصول ايضا من الشاهينية سعادة فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وسالم بن عامر المدهوشي في عملية التضمير. العودة الى الصدارة، العودة الى المركز الاول. هناك الغزيلة تاتي على مقدمة هذا الشوط، تنطلق في صدارة هذا الشوط، تندفع على المركز الاول والصدارة. هناك تاتي بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ليتواجد هناك ايضا، هناك مسري بن سالم العرضي الحميري ايضا في هذه اللحظات. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، ترحيبنا بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم
ايضا بالوصول والمتابعة هنا من ايضا الميدان. مرحبا يا ابو سعيد بالحضور المشرف هنا في ميدان المرموم. استكمل الاسماء القادمة العودة الى المركز الثاني. مستحيلة تدخلت من هجن العاصفة وصلت في هذه اللحظات الواثق حمد بن راشد بن غدير يقدم ايضا هذا الاسم وينطلق مع سرابة على المركز الثالث. الله الله الله، هنا وصلت الشاهينية، هنا انطلقت الشاهينية على المركزين الرابع والخامس لهجن الرياسة ليتواجد المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. تدخلت ايضا الشاهينية من هجن الغرافة ضيفتنا العزيزة تحمل شعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن قاسم بن فيصل الثاني وسالم بن عامر المدهوش. العودة الى الصدارة، العودة الى الامتار الاخيرة. بدأنا ندخل الغلاف الجوي للكيلومتر الأخير. مستحيلة بدأت تغير مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذه اللحظات. بدأت تنطلق إلى الصدارة إلى المركز الأول من هجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير الواثق يقدم مستحيلة. ولكن تحركت سرابة من الجانب الآخر تعزز المسار، ولكن دخول من الشاهينية والشاهينية على المركزين الثالث والرابع من هجن الرياسة. أعود إلى صدارة سرابة على المركز الأول، سرابة على أيضا الانتقال الأول من هجن العاصفة. يأتي الواثق حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب يقدم هنا سرابة على الصدارة. مستحيلة على المركز الثاني من هجن العاصفة ليتواجد الواثق حمد بن راشد بن غدير. هنا الوصول، هنا الدخول، وصلت الشاهينية. الله 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 الله، بدأ يأتي المستحيل يقدم الشاهينية من هجن الرياسة. مؤسستين عملاقتين بالفعل، أيضا شعارهم هو تمثيل دولة الإمارات في المحافل الخليجية. فهنيئا لهجن الرياسة وهنيئا لهجن العاصفة على امتلاك هذه النوعيات. غيرت مستحيلة، خذت المركز الأول، خذت الصدارة هنا أيضا اللي هي مستحيلة في المركز الأول من هجن العاصفة. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار مع مستحيلة. والمركز الثاني سرابة من هجن العاصفة. المركز الثالث وصلت أيضا الشاهينية من هجن الرياسة. المركز الرابع الشاهينية سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن قاسم بفيصل الثاني. المركز الخامس الشاهينية من هجن الرياسة. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام كان الانطلاق، كان الأداء الجميل والرائع. هنا المنافسة الرائعة ما بين هجن العاصفة وهجن الرياسة. استطاعت مستحيلة أيضا هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام أن تقطع المسافة في 7 دقائق 41 ثانية. 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الوصول ايضا من خلال تواجد سرابة من هجن العاصفة. تهانينا لهجن العاصفة والتهنية للواثق حمد بن راشد بن غدير. قطعت المسافة في 7 دقائق 42 ثانية وفاء وتماما وكمالا. المركز الثالث الوصول من الشاهينية من هجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بسهم المنصوري، حيث قطعت المسافة هنا في 7 دقائق 42 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا.